جامعة المنوفية الحقيقة اتنشر فيديو صادم بيظهر فيه أستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة المنوفية. حقيقة الفيديو فيه ألفاظ يعني خارجة، وهو بيقولها لطلابه في أول محاضراته للعام الدراسي الجديد. الواقع الحقيقة لما تم نشرها بقى فيه غضب واسع والسياق ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى فيه حالة من الاستنكار والاستياء خلت إدارة الجامعة إن هي تفتح تحقيق عاجل في الواقع. المواقع الإخبارية كتبت في هذا الموضوع، جريدة المصري اليوم قالت أول رد من أول رد لحقوق المنوفية على فيديو تعدي أستاذ جامعي على الطلاب بألفاظ خادشة، سلوك يتعارض مع القيم والأخلاق. موقع صدى البلد كتب إن تصريحات عميد كلية الحقوق منع دكتور الألفاظ الخادشة من التدريس وإحالته للتحقيق. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، معانا دكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أسفة جامعة المنوفية، أهلا بحضرتك معانا يا فندم. دكتور منصور، دكتور منصور، دكتور منصور، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بيك. الاجراءات اللي اتخذتها الجامعه يا فندم مع الاستاذ الجامعي نحب نتعرف عليها ونعرف مشاهدينا، عشان زي ما حضرتك تابعت من امبارح الحقيقه في حاله كده من الاستياء على السوشيال ميديا او من الناس عموما يعني. تمام، اتفضل. هو اللي حصل ان اثناء القاء محاضره الفرقه الاولى من احد الساده اعضاء التدريس بالكليه، ممكن يكون كان في امر ما في المدرج من الطلاب، فالدكتور استاذ الماده يعني عشان ما نذكرش اسامي، صحيح، يعني خرجت منه بعض الالفاظ الحال كلنا مش موافقين عليها وتتنافى مع القيم والمبادئ والتقاليد الجامعيه، وبالتالي الكليه اعدت مذكره على الفور ورفعت استشهاد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه اللي امر وقرر احاله الاستاذ للتحقيق. تمام، هو الدكتور بيعمل بشكل دائم في كليه الحقوق جامعه المنوفيه يا فندم؟ اه، ده بقاله 34 سنه في الكليه. ودي اول مره. اول مره، والحقيقه يعني حضرتهم يعني مش متعودين منه على كده خالص يعني، يعني عاوز اتاكد برضو ان ده سلوك فردي احنا رافضينه، واحل التحقيق. قانون تنظيم الجامعات رسم طريقا معينا لمساءلة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الإجراءات بدأت بالفعل وبالتالي سيتم التحقيق مع الأستاذ فورا. طب أنا عايز أعرف يعني في مثل هذه الحالات المفروض القانون داخل الجامعة بيبقى بيعمل إيه يا دكتور؟ وأنا عارفة طبعا يعني هي كلية الحقوق هي أساسا أساتذتنا كلنا في القانون، المفترض إن مثل هذه الإجراءات بتوصل لحد فين من التحقيق؟ الأول خلاص رئيس الجامعة أحاله للتحقيق، هيحقق معاه استاذ من كليه الحقوق لان قانون تنظيم الجامعات هو اللي رسم الطريق ده، وبعدين بيرفع توصيه للسيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه بالعقوبه المناسبه، والرئيس الجامعه الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه بيوقع العقوبه من ضمن عقوبات محدده على سبيل الحصر في قانون تنظيم الجامعات، في التنبيه، في اللوم، الى ان يصل الامر الى الاحاله لمجلس التدريس. في الحالات المتبعه اللي زي دي ممكن بتبقى ايه يعني ايه اللي ممكن انه يكون يعني انا يعني برضه هنتكلم على سبيل المثال، يعني هل ممكن تبقى توجيه لوم وتنبيه فقط ولا يبقى في حاجه اكبر من كده كالمعتاد يعني لو حصل حاله زي دي؟ يعني مش عاوزين نسبق بقى التحقيقات لان برضه اكيد في يعني امور متعلقه بالتحقيق سوف تكشف في التحقيق، وبالتالي العقوبة المناسبة اللي هيوصي بها الأستاذ هي اللي هترفع للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وهيقرر ما يراه مناسبا، والجامعة في مثل هذه الحالات لا تتوانى يعني بتحافظ
على القيم والمبادئ الجامعيه، وحضرتك لمستي ان من اول لحظه الدكتور رئيس الجامعه احال الواقعه للتحقيق مباشره. طب اسمح لي يا دكتور، يعني خلينا برضو نقول دي كانت اول محاضره وده مع بدايه العام الجامعي، واكيد الماده دي بيتم تدريسها للطلاب. الطلاب اللي ايه اللي هيحصل بقى؟ هل هيتم وقف الاستاذ الجامعي عن تدريس الماده وهتدخله دكتور اخر برضو بيدرس نفس الماده؟ يعني الاجراءات اللي هتبقى متبعه ده اللي تم بالفعل، وتم اتخاذ اجراء او قرار يعني، وان شاء الله يحل محله لحل انتهاء من التحقيق زميل اخر في القسم يقوم بتدريس ذات الماده لهؤلاء الطلاب. هو انا ممكن اسال حضرتك، هو التصوير اللي حصل والفيديوهات اللي احنا شفناها دي الطلاب اللي صوروا ولا دي كاميرات الجامعه في المدرج؟ لا يا فندم، الطلاب. الطلاب، هو في كاميرات تصوير داخل المدرجات يا فندم طبعاً. عندكم في الجامعه؟ طبعا عندنا، واكيد هتبقى هي رصده اكتر بشكل اكبر ايه اللي حصل وخلى الدكتور الجامعه يعمل كده. طبعا هي هيرجع الى هذه الكاميرات يعني في التحقيق الذي سيتم مع هذا ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا على يعني مداخلة حضرتك معانا دكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، شكرا جزيلا على وجودك معانا.